القبضة خلال الفترة اللي جاية برأس مال 200 مليون، هل في الإجراءات تمت؟ الآن الإجراءات خلاص شغالين فيها، وهذه سوف تكون للانطلاقة في موضوع الاستثمار. هيقدر رأس مالها فعلا ب 200 مليون؟ إيه لا لا لا، 250 مليون مدفوع. 250 مليون. نعم. هتضم شركات تحتها تبع أو حالة؟ أكيدا، بعدين سوف تنطلق تحت الشركات لتشجيع الاستثمار في مصر. هيتم إطلاقها خلال قد إيه إن شاء الله؟ خلال هذه السنة إن شاء الله. إحنا خلصنا، هي مجرد إجراءات.